السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا جديد على القناة. اليوم إن شاء الله غنحاولوا نشرحوا الباراميتر ديال لا سوند لو كاليبراج اي لو سيت بوين او لو بوين دو كونسين اي لو روتار يعني لا ديفيرونسييل. اذا كما العادة بروغرام او سيت بوندو 5 سكوند بعد اونتخيو لو كود 22 كما قلنا كيكون بار ديفو كليكو لا سيت نشوف اول باراميتر اللي هي باراميتر دو كاليبراج ديال لا سوند ا. حنا هنا في هاد الشومبر ديال النيجاتيف دايرين كاليبراج زيرو باش نعرفو لا سوند فيرتيال ديال نعرفو لا تمبيراتور ديال لا سوند فيرتيال. بالنسبة لبيس 2 سي لا باراميتر دو كاليبراج دو لا سوند نيميرو 2 سي لا ميم شوز. دونك نمشيو للباراميتر دو تمبيراتور. يمكن لنا ندخلو من الباراميتراج باش نديرو سيت بوان اللي هي بوان كونسين او لا يكفي اننا نكليكيو من برا على لو بوطون سيت واحد 5 سكوند باش تافيش لنا لو سيت بوان كيما هنا دايرين في لا شومبر موا 23 اي ار دي سي لو روتار يعني لا ديفيرونسيير دو ديماراج دو كومبريسور. في هاد لا شومبر دايرين دو في لا تمبيراتور يعني عندي سي بوان دو كونسين لا تمبيراتور لا شومبر كتوصل ليا موا 23 من بعد كتكون لاري كيما شفتو دابا اي لو روتور كيكون هو 2 يعني حتى تولي الشومبر عادي فيها موا 21 عاد ديماري ليا فونتيلاسيون اي لو فروا باش نفاليديو كيما ديما كنكليك ولا بروك واحد 5 سكوند. الطريقة الثانية هي انني كيكفي انني نكليك على سيت واحد 5 سكوند تافيشا ليا البوان دو كونسين لي يمكن ليا نزيد فيها ونفاليدي بسيت كيما شفتو الفونتيلاسيون تاكتيفات اي لو كومبريسور يعني لو فروا سيت اكتيفات. اذا شكرا على المشاهدة. كنتمنى فيديوهات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم ونحاولوا ان شاء الله في فيديوهات اخرى نشرحوا المزيد ما يخص بروكولد ما يخص فروا اون جينيرال.